مبادرة وطنك أمانة مبادرة جميلة جدا، وأعتقد أنه أحسن مكان تنطلق منه هذه المبادرة برنامج مصر جميلة، لأن احنا بصراحة حاطين وطنك أمانة ده شعار لينا كلنا. من خلال برنامج مصر جميلة بنقدم كل ما هو إيجابي في المجتمع المصري، بنلقي عليه الضوء علشان دي أمانة، أمانة النقل، أنه في نماذج إيجابية وجيدة جدا في المجتمع المصري لازم توصل للكل. تفاصيل أكتر عن المبادرة من خلال لقائنا مع الشاعرة الأستاذة إيمان معاذ، منسق مبادرة وطنك أمانة. صباح الخير. صباح النور، وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكم أستاذة إيمان. أولا منورانا، وفكرة المبادرة يعني مبادرة وطنية من الدرجة الأولى، وإحنا بنحاول إن إحنا دايما كمصريين كل الناس بتحاول إن هي يبقى ليها دور في المجتمع، وخصوصا في تقدم بلدنا. عايز أعرف الفكرة بتاعت المبادرة جات لك إمتى، وإزاي أو جات لكم إزاي، وابتديتوا إمتى تنزلوا على أرض الواقع بجد؟ هي الحقيقة مش أول مبادرة، المبادرة الأولى كانت إعلام وفنون بلا عنف من أجل مستقبل الأجيال القادمة، ودي انطلقت سنة 2013 وانتهت 2015. الحقيقة كانت يعني كلنا عارفين أن بعد الثورة حصل نوع من الانفلات الإعلامي غير عادي، وكان لازم يكون في حد من الوطنيين ينطلق بمبادرات كتيرة من هذا النوع علشان يوجه رسالة للإعلام بأنه يحد من الدور السلبي اللي بيقدمه، لأن الناس في حالة حرب إعلامية أو حرب معلوماتية زي ما بيقولوا. فإحنا انطلقنا بالمبادرة والحمد لله نجحت جدا وحققت جزء كبير من أهدافها اللي كنا عاوزينها. لما انتهت المبادرة بدأنا نفكر في مبادرة جديدة، وهي مبادرة وطنك أمانة. هي مبادرة ثقافية إعلامية توعوية، الهدف منها الوصول لأكبر شريحة من المجتمع، الطلبة في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في وسائل الإعلام. يعني عايزين نوصل بس الرسالة إن زي ما أي حاجة في حياتك هي أمانة، الأمانة مسؤولية. لو أنت أب في أسرة فأنت أمانتك أو مسؤوليتك تجاه الأسرة هي رعايتها والاهتمام بيها والنظرة إلى مصلحتها. إذا تخزلت عن هذا الدور فأنت مش أب، أنت برضو كإنسان مصري وطنك أمانة. إذا تخزلت عن دورك تجاه هذا الوطن فأنت ما تستحقش أنك تكون مصري. إننا نوعي اللي حوالينا بحجم المؤامرة، وزي ما يعني ما قال السيد رئيس أكتر من مرة، والحقيقة إحنا بندرس ده في أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللي كان له حظ إنه يدرس سواء دورات أو سواء زمالة، فاهم كويس قوي حجم المؤامرة اللي بتدار مش على مصر بس، على العالم العربي كله، واللي أفشلتها مصر بثورة 30 يونيو. عارف كويس قوي إن الحرب دي نوع جديد من الحرب، السلاح فيها الكلمة، السلاح فيها المعلومة، أسلحة تانية خالص، نوع جديد من الأسلحة. بالضبط، السلاح موجه مش للقوى العسكرية، لا دي للقوى المدنية، ليك أنت كمواطن. بالضبط، سقط هذا المواطن أو فشل بأي حال من الأحوال سقطت مع القوى العسكرية، لأن القوى العسكرية تتكون من هذا المواطن. صحيح. فبالتالي إحنا دورنا إن إحنا نحافظ على الكتلة المجتمعية، الشخص الإنسان اللي جوه المجتمع، ثقافته، فكره، عقله، روحه. حتى الفترة اللي فاتت كانت فيها رسالة دينية مش مظبوطة أو النوايا فيها مش مظبوطة. ناس كتير يقول ما فيش حاجة اسمها تجديد الخطاب الديني، ماشي أنا هتفق معك ما فيش حاجة اسمها تجديد الخطاب الديني، لكن في حاجة اسمها ضبط الخطاب الديني. أنت في مجتمع طول عمره مجتمع وسطي جميل، الدين فيه جوه القلب، احنا نسميه زي ما احنا عايزين. المهم ان انا عندي مشكله في الخطاب الديني، بالزبط. لازم يجدده ويطوره، بس لازم اوصل الصحيح كمان. يعني مش مشكله عندي المفردات اللي بتستخدم، يعني بالزبط. الناس اصلهم برضو منظريه المؤامره، مع احترامي للكلام اللي هيك قلتيه، بعض اللجان الالكترونيه قاعد على الفيسبوك اول ما تقولي كان في مؤامره ضد مصر يقعدوا يعني يحبطوكي ويقولك ايه نظريه مؤامره ويشتموا وبتاع، فالناس تخاف فبتعمل شير للكومنتات بتاعتهم اللي هي لا ما فيش حاجه اسمها بالزبط. مؤامره. بالظبط، وانا بس اعتقد موجه الكلام ده كله طبعا منهج، يعني اعتقد كمان يا حاتم انه من اهم الاسلحه اللي هم بيستخدموها في الحرب ضد الشعب المصري حرب الياس، يعني بينشروا روح الياس ما بين الناس السلبيه، انه مفيش بكرة، مفيش أمل، نشر السلبيات بشكل كبير جدا اللي بيسبب بعد كده إحباط والتقليل من الإنجازات اللي بتحصل على أرض الواقع. صحيح، هي دي المشكلة. العجيب بقى في الأمر إن مبادرة وطنك أمانة انطلقت من 3، 2 منهم عايشين في السعودية. الأستاذ مصطفى البري وهو أمين عام المبادرة، والأستاذ صبري الأدن
وهو برضو في السعودية، وهو الفنان اللي بيشكل شكل المبادرة، وهو اللي بيعمل لنا كل البوستات وكل الأفلام والأشكال الفنية اللي احنا بنعرضها. وأنا بس اللي في مصر أمين، يعني منسق عام المبادرة، انضاف لينا عدد زي بالظبط المبادرة السابقة، عدد كبير جدا جدا، كلهم أفضل منا الحقيقة، أساتذة في الجامعة، إعلاميين، صحفيين، فنانين، تشكيليين، مجموعة كبيرة جدا انضمت لينا وكلها حابة جدا العمل في هذا المجال وتنشيط الفكرة نفسها. احنا مش بنقول ان احنا عندنا نقص في الوطنية او في الانتماء، احنا بنقول ان احنا عندنا جيل اهتماماته اصبحت بعيدة عن المجال الوطني. تيجي تكلمه تلاقيه بيهرج بس مستخف إيمان. بالفكرة اصلا استاذة ايمان ده برضو مقصود، يعني ده طبعاً. بفعل فاعل طبعا طبعا، ما هو علشان هو مقصود لازم تكون له جبهات مضادة طبعا. فكلمة امانة، ان اللي ماسك قلم وطنك امانة، وانت بتكتب فكر حط صورة وطنك قدام عينك. أي. المخرج فكر في الوطن، وانت أي. بتخرج فيلم وبتجيب اسوأ مشاهد في مصر، يعني هي مصر كلها عشوائيات بالزبط. وانحرافات وكلام من ده، وحتى لو ما جابش عشوائيات دي النية سيئة جدا، والعشوائيات حلوة على فكرة، فيها لو... ناس كتير بالزبط. على فكرة هم لو اتجه الاتجاه التاني وجاب لك الطبقة الارستقراطية في المجتمع بيجيب لك اسوأ ما فيها. مش ممكن كل الطبقة الارستقراطية بيشربوا خمر وناخد من العشوائيات، ما انا عندي كده كتير جدا. لا انا عايز اقول لك حاجة برضو يا حياتي، من امبارح لسه تحديدا كنت بتكلم في الموضوع ده مع بنتي، انه من خلال بعض المسلسلات والأعمال الدرامية في أفكار مش بتاعتنا، مش شرقية، ابتدت تبقى موجودة من خلال متعمدة جدا، وبتخرب في أساس الأسرة المصرية بالضبط، وبدون ما تشعر. يعني هي بتسحبك بدون ما تشعر. يعني في مسلسل قعدت أتابعه 30 حلقة، أنا كمتابع مش علشان جمال المسلسل، أنا عشان عايز أعرف هو هيوصل وبعدين عايز إيه. من بداية أول حلقة لآخر حلقة كم من العنف غير محتمل، وفي نهاية الحلقة بيصورك ان الاتنين اللي كانوا بيعملوا كل هذا العنف ضباط شرطة. انت عايز توصل لإيه؟ ما قيمة هذا المسلسل؟ وصلت ايه للشاب اللي قاعد يحضره واللي انبهر بالأكشن الفظيع اللي انت عملته؟ ففي نية مبيتة للوطن من خلال الدراما ومن خلال السينما، واللي بيحصل ده مش وليد صدفة ومش جهل من منتج او مخرج، لا، الناس دي مشاركين في مؤامرة على الوطن، ولازم تكون في جبهات مضادة، ولازم يكون في، وده برضو هدف من أهداف المبادرة، لازم يكون في دعم من البلد، من السلطة لجهات معينة من الإعلام تكون وطنية طبعا، تنتج أفلام وتنتج مسلسلات وترجعنا للعهد الجميل طبعا للسينما وللدراما المصرية طبعا. برضو ده هدف من أهداف المبادرة. طيب يعني أنتوا بتعملوا إيه؟ يعني الأهداف جميلة وسامية طبعا، واعتقد ان الناس كتيره جدا بتتفق مع الاهداف اللي حضراتكم حطيتوها عشان خاطر المبادره، بس خطوات التحرك، خطوات التحرك، التنسيق مع وزاره التعليم العالي علشان نقدر ندخل الجامعات، ومع الاساتذه اللي معانا هنقدر نحاضر، وفي اساتذه هيتطوعوا بانهم يحضروا في هذا الموضوع ويتكلموا للشباب في الموضوع، تنسيق مع وزاره التربيه والتعليم للمدارس، وهنجيب ان شاء الله افلام اللي بتنتجها الشؤون المعنويه، الافلام اللي اكتر من رائعه واللي مشاهدة على مستوى محدود، دي عايزينها تنتشر في المدارس، أفلام عن حرب أكتوبر، البطولات المصرية، الشخصيات والرموز المصرية، الشيء الجميل ده. فالتنسيق هيكون مع بعض الوزارات، وزارة الشباب والرياضة زي ما عملنا بالضبط في إعلام وفنون بلا عنف، هننسق مع هذه الوزارات علشان نقدر يعني نوسع المبادرة لأوسع مجال. بالإضافة لأن الأستاذ مصطفى البري في السعودية بيمشي بنفس خطوات المبادرة اللي احنا ماشيين بيها هنا هناك. أيوة. احنا عايزين نشرك الوطن العربي معانا في هذه المبادرة، مش أيوة. مصر بس، هندخل كمان الدول العربية معانا. انا خليني اقول حضرتك حاجة في النقطة دي بالذات، يعني المصريين بالخارج قايمين بدور جبار، سواء في الدول العربية او في كندا او في امريكا. انا بقدم برنامج على الفضائية المصرية الموجهة لامريكا، مش عايز اقول لحضرتك كمية الناس اللي بتحب مصر وعاش اطرابها وعايشة بره، وبيزرعوا في ولادهم الانتماء لدرجه ان ممكن يسمعوهم كل يوم الصبح النشيد الوطني قبل ما ينزلوا، انت متخيله؟ صحيح. يعني الناس بتحب بتسقيهم الانتماء وحب الوطن بالمعلقه. صحيح. لانهم مش متواجدين هنا. صحيح. وبيوصل لهم اخبار مغلوطه كتير من بعض القنوات المغرضه اللي بتوصل، او مش قنوات بس، الاعلام المغرض بعض يعني اذا كان مسموع او مقروء او مكتوب، فهم بيصلحوا الصوره، ومن خلال ماسبيرو، ومن خلال الاعلام المصري المحترم
بيوصل لهم الصوره الحقيقيه. لكن هما دورهم طبعا ما نقدرش ننكر حاجه زي كده. فيعني طبعا تحيه كبيره لكل المصريين في الخارج يعني. طبعا دي حقيقه, ومش بس والله المصريين في الخارج. انا عايزه اقول لك ان اشقائنا العرب ما تتخيلش قد ايه هم محبين لهذا الوطن, قد ايه هم بيتكلموا عننا كمصريين بمنتهى الامانه. أي. عكس الاعلام تماما يعني. هم انا كنت قايله قصيده كده وطنيه, انا بتكلم قصايدي كلها عاميه, فانا مش متوقعه ان حد عربي يكون بيحب العاميه المصريه. ففي المبادره او في الدوره التدريبيه للزماله في الاكاديميه معانا طبعا الوافدين, فمن السعوديه ومن الامارات ومن الكويت ومن كل الدول العربيه تقريبا فيما عدا قطر يعني, دول كلهم موجودين معانا. لقيتهم بيقولوا لي حلوه جدا القصيده اللي كنت بتقوليها, وبيبدوا اعجابهم. قلت لهم ايه ده, انتوا بتفهموا العاميه المصريه؟ قالوا لي طبعا, هم بيتكلموا العاميه المصريه, مربيين على الاعلام او على الدراما المصريه, فدي أيوة دخلت بيوتنا ودخلت افكارنا طبعا. واحنا بنتكلم عاميه مصريه. فحسيت قد ايه هم فعلا محبين لمصر طبعا, زي ما احنا محبين ليهم طبعا. طب ما نسمع القصيده يا استاذه ايمان. احنا الكلام طيب. خدنا بس طيب نقول قصيدة اللي هم أعجبوا بيها دي, نقول زمان. طيب. زمان كانت قلوبنا عمار, وكان أصفر ما فينا خضار, وكان الجار لأخوه الجار سند وأمان وحصن ودار. زمان كان الإيمان معنا, نسيج وطني بيجمعنا, كنايسنا مساجدنا جرس وأذان لوحدتنا, وصوت الفتنة يوجعنا. زمان كانت قلوبنا براح وبتسعنا, وأي مكان ملوش عنوان بيجمعنا, لكان مسرح ولا سيما تسلينا بتكفينا, ليالي الجدة تروينا حكاويها, تدورنا سوائيها ما بين الماضي والحاضر, تاريخ عامر بأبطاله وثواره اللي ما زالوا شموع لينا وللأجيال. زمان كان الإيمان أفعال بدون تهليل بدون أشكال بيهدينا, وكان صوت الأذان هادي نغم شادي من الدنيا يصحينا, وكان العشق لبلادي لحد الموت يقوينا, وكانت للأغاني روح, وكان قلب البيوت مفتوح, وكانت للقبور زوار عن الرحمة ما تستغناش, وكانت للعيون أسوار على غيرها ما تتعداش. زمان عدى وخد أجمل مكان فينا, طيابة وصدق في عنينا, وحق سلاحنا في إيدينا في عز الأزمة والنكسة, لا يوم جعنا ولا شبعنا ولا تزلينا وخضعنا ولا نسينا اللي ضيعنا, بعزة نفسنا رجعنا وعدينا وخدنا الطار, عشان كانت قلوبنا عمار. والله شكرا. النوستالجيا بتاعت زمان والايام زمان, بس برضو في نفس الوقت بكره احلى. احنا عايزين نعمل النص يعني, نمسك هو من هنا ومن هنا. اكيد اكيد بكره احلى. بس الحرب دايره على انها تطمس الماضي. أيوة. وتشوه كل رموزه وتشوه كل انجازاته, فاحنا مدافعين عن تاريخنا. صحيح. وايضا مدافعين عن مستقبلنا. صحيح طبعا. طيب هو للاسف الشديد الوقت بتاعنا انتهى, بس مش هنقدر ان احنا نختم من غير ما نسمع قصيده تانية من حضرتك. قصيدة تانية عنيا. خلينا بقى نتكلم عن الخطاب الديني. تمام. انتوا مين جيتوا لينا بأي شرع وأي دين, يلي شوهتوا معقول المسلمين, يلي قررتم تكونوا معسرين, يلي من فوق المداين من سنين بتخوفوهم, كل ساعة تكلموهم عن جهنم والسعير والعذاب والثبور, عن تعابين القبور, كل يوم بتكرهوهم في الحياة, حاولوا مرة تحببوهم في الإله, علموهم إن رب الكون محبة, وإنه غفار الذنوب, وإنه رب المؤمنين والكافرين, وإنه ستار العيوب, وإنه قادر وحده يهدي قلب كل الغافلين, علموهم المودة والابتسامة في الوشوش, ازرعوا فيهم محبة قبل ما نحصد وحوش, ديننا رائع, ديننا دين واسع وسايد, ديننا مش بس اللي راقع واللي ساجد,
بيتنا مش بس في زوايا أو مساجد، مش في أشكال أو مظاهر، بيتنا نور ساطع وطاهر في القلوب والضماير. ديننا بيعمر ويبني في كل وقت وكل حين، ديننا دين أخلاق بيحمي حق كل المظلومين. علموهم ألف معنى للحياة، وإن إخلاصنا في عملنا هي أطواء النجاة. علموهم العبادة في ميادين العمل، علموهم القيادة والريادة، والطريق للجنة مفروش بالأمل. علموهم التفاني في الحياة والخشوع في الصلاة، علشان ما تنعم أرضنا بنعيم وجاه، وعشان ما يعلى شأننا في كل اتجاه. علموهم يعشقوا معنى الحياة في سبيل الله. علموهم. شكرا. الله. أعتقد إن هو ده جوهر الدين اللي إحنا كلنا محتاجين إن إحنا نتعلمه، هو ده اللي إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل عليه، إن ربنا سبحانه وتعالى محبة. ربنا بيحبنا وربنا نعمنا نعم كتيرة جدا نستمتع بيها، ونعمل اللي علينا تجاه ربنا سبحانه وتعالى وتجاه مجتمعنا. ده جوهر عقيدتنا، وهو ده اللي احنا عشنا عليه وتولدنا عليه وتربينا عليه وكبرنا عليه. كل اللي بيحصل ده يعني كانوا الناس بتتصور انه صحوة دينية، وهو مؤامرة للأسف باسم الدين. صح. بنشكر حضرتك ومنورانا دايما في مصر جميله، ودايما حضرتك معاكي جديد، يعني سواء قصايد او افكار وطنيه، نورتينا يا استاذه ايمان. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل فقراتنا، ومصر دايما جميله. العلم روح العمل يا همه العمال، والنصر سبب الجهاد والعبره بالاعمال. يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم، يا صانعين التاريخ والمجد للاجيال. قبل كلامي سلامي للعمال.